عايش في ألمانيا، وأخذت 3 سنين أفكر إن أنا أزرع شعري، لأن أنا عملت قبل كده زراعة شعر في القاهرة في دار الجمال، وبعد كده كان في يعني ألدا تكنيك، يعني بالعربي ما في تطور، فقطعوا لي حتة من رأسي، وبعد كده تعبت، يعني تعبت كتير لأن العملية كانت صعبة وما أخذت معلومات كتير. لما دخلت على الإنترنت لقيت في تطور في تركيا، وأخذت 2 سنين أفكر إزاي التطور الجديد يعني عملوه، وبعد كده طبعا في لاحظت إن في تطور وما في تعب، وعلى الشرح اللي هو الدكتور بالفي كان بيشرحه على الفيديو يعني سهل بطريقة جميلة جدا. وبعد كده أنا لاحظت في إني ناس كثيرة بتيجي على تركيا بتعمل العمليات لأنها عمليات ناجحة، فأنا بعد 2 سنين قررت إن أنا أسافر إلى تركيا وأعمل العملية عند الدكتور بالفي. ولما جيت يعني قبل ما أجي أنا دخلت على الإنترنت وعملت كونتاكت مع دكتور بالفي، وكان كل حاجة سهلة، بعثت له الصور في خلال 2 أيام رد علي، استلم الصور، بعت لي السعر بتاعها بالضبط بكام وتكلفتها كام والكلام ده، فكل حاجة كانت سهلة بالطريقة. فأنا جيت على اسطنبول، الصراحة الاستقبال ممتاز، من المطار استقبلوني، جيت على الكلينيك جديد زي فندق بالضبط 5 ستار، بين وبين السكن اللي هو الفندق يعني ما فيش 100 متر، فالصراحة فون أبست ست بيرفكت، يعني الخدمة عنديهم جميلة جدا، والدكتور بالفي يعني أنا ما شفت دكتور زيه، يعني كان كل حاجة بيشرحها بطريقة لسية وسهلة وبسيطة، وكنت الأول مرتبك إن أنا أعمل العملية لأني قالوا لي فيها مش عارف 30 حقنة والكلام ده، بس إيزي يعني كان كله سهل. ولما جيت الكلينيك هنا وشفت الناس عاملة العمليات كله سهل وكله طبيعي، فأنا قررت إن أنا أعملها والحمد لله كله تمام. أنا لما جيت المستشفى، هي عامة مش كلينيك ده، هي مستشفى جديدة وحلوة خالص، يعني زي 5 ستار بالضبط. فالدكتور بالفي قعد معايا وشرح لي بالضبط إيه اللي أنا المنطقة اللي أنا عاوز أزرعها بالضبط فيها كام كرافت وتكلفتها كام، ويعني شرح لي كل حاجة. وبعد كده طبعا هم إيه عملوا اللي هو التست، البلود تست اللي هو الدم، يعني بيقولوا عليها بالعربي اللي هو ايه، بياخدوا الدم ده تعينة الدم، يعني لا يكون لا قدر الله عندك مرض ولا حاجه، فاخذ العينة الدم وبعد كده شرح لي ايه بالضبط العمليه هتكون كم ساعه، وشرح كامل عن العمليه. فيعني انا زي ما بقول يعني إن أنا ما شفت يعني مستشفى زي كده. المميز بليت هي دنم المايكرو اف يو اي، البصيلة من 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 الخلف لقدام، اللي هو التكنيك الجديد. العملية اللي أنا عملتها قبل كده كانوا بيقطعوا حتة من الخلف، وبعد كده بيقطعوها كده بصيلات وياخدوا البصيلة، فبتبقى في زي نظام بيقولوا عاهة، فبتبقى مش كويسة منظرها حتى مش كويس. والزرع اللي أنا زرعته كان بيحط لي 3 أو 4 بصيلات مع بعض،
فبتطلع كده زي الشجرة كده، فمنظرها مش كويس. أنا عملت العملية دي، ف يعني لسه من أول امبارح عامل العملية، وظهر إن هي ممتازة، يعني كأني فيها شعر من زمان. وفي ناس كتيرة بتقول إن هو البلد قلقة، والبلد فيها ومش عارف كل البلاد، يعني كل البلاد فيها مشاكل مش تركيا بس. أنا من ساعة ما نزلت ما في مشكلة، في ناس كتيرة، يعني أنا مشيت ورحت ومشيت في البلد كتير هنا ما في مشاكل، والنهاردة نازل البلد نفسها، فأنا حاسس إن أنا يعني قاعد في أمان. فما ما فيش ده كلام كتير، الناس بتتكلم كلام فارغ ما شافتش أي حاجة، كل يقول لك اسطنبول وتركيا مش أمان. لا والله، والله ده بالعكس، يعني أنا جيت لي النهاردة كم 4 أيام هنا، ما فيش حاجة ولا حصل أي حاجة، والناس راحة وجاية، وبنروح نشتري ونطلع ونخرج، ما في حد سألنا ولا بنعمل، والنهاردة نازل البلد نفسيها. فإن شاء الله يعني كلام الناس ده اللي بنسمعه ده كلام فارغ. فكل البلاد مش تركيا بس، كل البلاد يعني زي ما بيقولوا ما فيش أمان، بس ده كلام فارغ. إنه هو يقول لك تركيا تركيا، ده أنا أثبت لي أنا أول مرة أجي، وإن شاء الله كل ما هأنزل أجازة ما حاجيش غير تركيا إن شاء الله. زي ما بقول كده، أنا لما بشوف نفسي في المراية من غير شعر، يعني بحس إن أنا يعني عاوز أعمل شعر بأي طريقة. فأنا زي ما قلت أنا يعني 3 سنين قعدت أفكر، إن أنا كل ما أبص على المراية هنا زلحة والكلام ده، فأنا عاوز أرجع زي يعني شعري زي زمان. فإن شاء الله ده يعني من أول ما شفت أنا الدكتور بافي بيعمل العمليات دي صراحة اتبسطت، يعني فقررت إن أنا لازم أعمل العملية. يعني أنا دلوقتي حاسس، مش حاسس يعني، أنا بشوف نفسي في المراية إن أنا 10 سنين رجعت لورا مش لقدام يعني. فالصراحة يعني أنا مبسوط مع المستشفى هنا، ومبسوط مع السيرفيس، ومبسوط من كل حاجة هنا. فأنصحكم يعني اللي عاوز يزرع شعره يجي المستشفى هنا في اسطنبول باي إليت هير دكتور بالفي ماختريش تشكوت. وعاوز أقول أنا شكرا جزيلا للدكتور بالفي، يعني طيب كتير، وأتمنى أن هو يكون ناجح في عمله دايما، وأتمنى يكون ناس كتيرة كمان تجيله، لأنه الصراحة يعني أنا ما شفت زيكم.